مشاهدي الاعزاء، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حواديت شارعنا. بنلتقي في حضراتكم واحنا في خير ايام الدنيا في شهر رمضان. شهر رمضان الحمد لله ربنا انعم علينا السنه دي وصلينا التراويح، لكن لاحظنا ان الناس دايما مصممه انها تحرمنا من ان احنا نكمل في المساجد بالتواجد في الاسواق. ولادك مش هيموتوا لو ما لبسوش لبس جديد في العيد، لكن هيموتوا لو نقلت لهم عدوى او نقلت لهم مرض ممكن يخلص عليهم او يقضي عليهم. يا ريت نحافظ على بعض. الايام دي بنحتفل بشويه احتفالات جايه مع بعضها مع شهر رمضان. بنحتفل بعيد العمال، فبنحيي كل ايد بتتعب وتبني في البلد دي، بنحيي كل ايد بتبني بالرغم ان كل عمال عاوز يهد. كمان عندنا عيد القيامة المجيد، عيد شركائنا في الوطن، العيد بنحتفل بيه دايما مع بعض زي ما هم بيصوموا معانا، فاحنا برضو بنحتفل معاهم بعيد القيامة المجيد. من الاحداث اللي حصلت امبارح حادثة التدافع في إسرائيل. طبعا احنا ما بنشمتش في موت حد، لكن هم في الاول وفي الاخر ارواح، لكن كان واجب على ملك الترند ان هو يطمن عليهم بحكم انه في بينه وبينهم عيش وملح، وفي بينهم وبينهم صور وعلاقات. وبمناسبة ملك الترند، طبعا الاسبوع اللي فات توفى الطيار رحمة الله عليه اشرف ابو اليسر. فانا بكوني شاعر كتبت قصيدة رثاء لي او ان انا طيب بخاطر اهله او خاطر محبيه، سميتها ملك الترند. القصيدة اسمها ملك الترند. الآن فاملأ مسبحك وارمي به ما شئت من ورق النعم، واشرب عصيرك وانتعش، قد مات قبل اليوم ما يزعجك، فارفع بزهو سبابتك واصرخ بجوف الكون أنا الأول. أنا أول، أنا واحد، وأنا الأحد، من ذاك في هذه البلاد يهزني، عندي من الأموال ما يعلو الهرم، قارون مثلك كان أول قومه، كان الذكي وكان أعلم من بهم، وبعلمه ملأ الخزائن، بذكائه ملك الذهب، من مثل في هذه البلاد؟ فلي أنا يأتي النهار ولي أنا غاب القمر، فاشرب عصيرك وانتعش واصرخ بجوف الليل أنا الأول. واجمع رفاقك واحكي لهم كيف استطعت بأن تميت منافسك. الآن الآن يا ملك الترند قد كتبت نهايتك. رحم الله الكابتن أشرف. بمناسبة ان احنا بنتكلم عن الترندات الوهمية او العبثية في الشهرة، ياريت نربي أولادنا، ياريت نربي أولادنا زي ما بنربيهم على نكبرهم على التعليم، ونكبرهم على الأكل، ونكبرهم على الأكل الصحي، نكبرهم كمان على التنشئة الصحيحة. ياريت ما تشتريش لابنك أو تخلي ابنك يتفرج على حاجة فاسدة حتى لو كان مكتوب عليها رقم واحد. واحنا بنتكلم عن تنشئة الأطفال، فزي ما حضراتكم عارفين ان احنا عاملين مسابقة خاصة باكتشاف المواهب، اكتشاف الكنز الحقيقي، مسابقة الكنز اللي احنا بنكتشف بيها كنوز مصر الحقيقية، لان كنوز مصر الحقيقية في ثروة ولادها وشبابها وأطفالها. احنا عاملين مسابقة خاصة بكل المجالات الإبداعية، بالشعر، بالقصة، بالإنشاد، بالقرآن الكريم، بكرة القدم، بالابتكارات والبحث العلمي. خلينا نشوف مجموعة من المواهب الجميلة ونرجع عشان نكمل باقي فقرات الحلقة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصري ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده أدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصري ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده أدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايش من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها شايلة فهمنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي
الله يشم من خيرها وانا حد غيرنا في تفكيرها شايلة فوم ومنع على خيرها بلدي بصحيح قطر خيرها يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي في كل مكان بروح يقولوا مصري رفع راسي عاشق ارضك سماك وحب لي كده شيء اساسي يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي في كل مكان بروح يقولوا مصري رفع راسي عاشق ارضك سماك وحب لي كده شيء اساسي هنحب مين غيرك مصر اللي عايش من خيرها ولا حد غيرنا في تفكيرها شايلة فوم ومنع على خيرها بلدي صحيح قطار خيرها. هذه القصيدة في مدح الرسول. من أين أبدأ والحديث غرامه؟ فالشعر يقصر والكلام كلامه. من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام. هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم هو قائد مقدام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتكسر الأقلام. رسموك في بعض الصحائف مجرما، في رسمهم يتجسد الإجرام. لا عشن إن لم ننتصر يوما، فلا سلمت رسومهم ولا الرسام. وصفوك بالإرهاب دون تعقل، وصفوك بالإرهاب دون تعقل، والوصف دون تعقل إقحام. لو يعرفوا محمدا وخصاله هتفوا له ولأسلم الإعلام. وشكرا. سألقي على حضراتكم قصيدة في مدح حفيد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما عدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. الرحمن الرحيم. أنا روان رفعت أبو عمر، عمري 14 سنة، مشتركة في مسابقة الكنز قسم الرسم. هم دول كنز مصر الحقيقي، هم دول الثروة اللي احنا بنبحث عنها، لان قوة اي شعب في قوة اهله وقوة ناسه وقوة البحث العلمي او قوة الشباب اللي طالعين، والشباب اللي احنا بنأمل فيهم ان احنا نطلعهم على اعلى مستوى، بنأمل فيهم ان احنا نطلعهم جيل قادر على مواجهة اي شيء، وخصوصا العبث بالعقول الذي ينتشر كثيرا على منصات التواصل الاجتماعي، فهم دول كنزنا الحقيقي. دلوقتي هنشوف حفل تكريم الامهات. طبعا احنا شفنا الشباب دول اللي بيكرم او اللي بيربي الشباب دول هم الامهات. الحفله دي اقيمت بنادي او بمسرح غزل المحله، نظمها الاتحاد العربي لمركز نقل المعلومات وجمعيه صناع السعاده لتكريم الامهات المثاليات. هنشوف التقرير ونرجع تاني لحضراتكم.
ولد عبد الفتاح عياد، وانا ربيت عيالي 3 عيال يتامى، ابوهم مات بقاله 32 سنه وربيتهم وعلمتهم وجوزتهم، وربنا يخلي الريس بتاعنا وحبايبه. حاجة فوزية، حاجة فوزية عبد الحميد المرشد، الأم المثالية، ربى 7 عيال على الأمانة وبيصلوا وحلوين، وكنا يعني راجل كان غفير وبس، كنا مبسوطين وحلوين والحمد لله، وربناهم تربية حلوة وديناهم المدارس. السلام عليكم، أنا الحاجة نجاة طلعت أبو غز، معايا ولدين والحمد لله ربنا كرمني فيهم وعوضني خير فيهم الحمد لله. انا السيد نادي حسن شلبي، عامله بشركه مصر، شغاله في السوق. انا والده حنان طارق السيد الالفي، ووالده امنيه طارق الله يرحمها استشهدت في السكه الحديد، هي واولادها شمس وسماء، وانا اللي ربيتهم وانا اللي شيت عليهم، بس ربنا تولاهم ورحمته، وانا استوعبتهم عند ربنا. استوعبت امنيه طارق واولادها 2، شمس علاء وسمع علاء، وكل امنيتي في الدنيا ان انا مش طالبه حاجه من ربنا غير ان انا اطلع احج او اعمل عمره، ودي امنيه حياتي. انا مدام نعمات مفتشه التموين بالمحله الكبرى، وبشكر كل السادة اللي حضروا حفل تكريمي، وبشكر كل من أناب إلي وحضر إلي وكرمني. أنا سيدة صباح علي محمد أبو الريع، أنا أشكر كل من أسعدنا وكل من استفدت سعادتنا النهاردة بعيد الأم وعيد اليتيم، وأشكر الأستاذ أحمد بلال وكل الأعضاء اللي كانوا معاه، والأستاذ وائل، وكل من أسعدنا وكل من شرفنا وكل من سعدنا وفرحنا وسعد قلبنا النهاردة. يا رب يسعد قلبهم ويفرحهم ويقوينا ويقدرنا على فعل الخير ويجعله شهر مفترض علينا كلنا يا رب. شكرا على التكريم كلية، وما اتحرمش منكم ابدا، ومهما نكون يعني انتوا ربنا يخليكم لنا يا رب، ودكتورها معاكم، واحنا هنفضل عطاء لكم مدى الحياه. احب اقول لامي كل سنه وانت طيبه، واحب اقول لكل امهات مصر كلها كل سنه وانتم طيبين، ومهما كرمك ومهما مصر كلها كرمك مش هقدر اللي انا اوفي ربع اللي انت عملتي معانا، اذا كنت انا ولا اختي. انت الام، انت الاب، انت السند، انت حمايتنا، انت ظهرنا، فيا رب يخليكي لينا وتفضلي مقويانا العمر كله. الحمد لله. اسمي حسن الديار، امين الوحده الحزبيه حزب مستوى الوطن ثاني المحله، وحده 7 بنات والانتاج. طبعا انطباع النهارده كان يوم جميل وشيق جدا. الله يسعد حالك، كل سنه وانت طيب يا ابني، وكل سنه وانت بخير، الله يرضى عليكم. في البدايه كده بنحب نشكر الاتحاد العربي لنقل تكنولوجيا المعلومات وجمعيه صناع السعاده على الدعوه الكريمه، وبشكر الاستاذ وائل اماره مدير مكتب جريده الخبر بالمحله، والاستاذ حسني الحبيبي على الدعوه الكريمه. وطبعا شرف لينا ان احنا نحضر يوم مميز زي يوم الاحتفال بعيد الام وتكريم الايتام في يوم الاحتفال بيوم اليتيم، واحنا بنعتبر ان نشر سعاده على وجه اليتيم من اعظم الاعمال اللي ممكن اي حد يقوم بيها. اماني فتحي علي الجعبري، خدنا هدية من الأم المثالية للحاجة كلثوم محمد حسن اللي هي حماتي، أم ربت أولادها بإخلاص بعد وفاة جوزها، ربت أولادها بإخلاص وكبرتهم وعلمتهم، وخدنا هدية دي لها تستاهل أكتر من كده بصراحة. رجلها محمد علي الصباح الأم المثالية، نشكرهم على تقديرهم للأمهات، وربنا يديهم الصحة وما نتحرمش منهم،
ومتشكرين جدا. نحن اليوم نعتز به ونفتخر به، وتشرفنا اليوم أننا تحت رعاية جمعية بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس سمير شبراوي وكيل وزارة التنمية المحلية السابق، الأمين العام للاتحاد العربي الأفريقي الأوروبي للشباب بجمهورية مصر العربية. أنا بهنيكم جميعا الأخوة والأخوات وأطفالنا الأعزاء الشرفاء. أنا ببعث رسالة من الدكتور منذر أحمد شعشاع رئيس الاتحاد العام بالعالم لكل أهالي مدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية، وتهاني لهم بهذا العيد الجميل. الحقيقة طبعا في هذا اليوم أنا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وتحياتي لكم جميعا الأخوة والأخوات، وأنا بحيي كل القائمين على هذا الحفل الجميل أمانة محافظة الغربية بالاتحاد العربي الأفريقي. كل سنة طيبين يا جماعة، وفرصة سعيدة وكلكم نورنا النهاردة. بصفة المستشار القانوني للاتحاد العربي الأفريقي الأوروبي، أنا مبسوط جدا النهاردة أن أنا معايا طبعا الأب الروحي المهندس سمير الشبراوي، ومعايا مجموعة محافظة الغربية. ناس النهاردة بازلين مجهود جامد جدا، أستاذ علاء الألفي ومدام راشا ومدام غادة، كل المجموعة والمنظومة المحترمة. أنا بقول كلمة واحدة النهاردة في طبعا في يوم اليتيم، قبل ما أقول لكم كل سنة طيبين بشهر رمضان، احنا النهارده في يوم من الايام اللي يا ريت كل الناس دايما بعيد عن يوم اليتيم تراعي ظروفهم وتساعدهم. احنا الحمد لله ملناش اي غرض غير شيء واحد بس، الناس تحب بعض، الناس تفكر ازاي تخدم المجتمع، مش محتاجه ان احنا عايزين حاجه ولا لينا في اي حزب. الحمد لله احنا المنظومه اللي احنا فيها كلها ثلاث ارباعها ما فيهاش، او يعني كلنا يعني ما فيناش حد فينا غاوي احزاب ولا احنا في مشكله مع حد. احنا اللي بنفكر فيه باذن الله وبدون مقاطعه ان احنا ننمي فكر الشباب، ونعرف الناس ازاي تساعد. في اخر كلامي ان انا عايز اقول لكم كلمه واحده بس، يا ريتكم تبقوا معانا دايما، وتشوفوا النهارده في اليوم الجميل ده في يوم اليتيم، تشوفوا فرحه الشباب والمنظومه اللي شغاله معانا عامله ايه. انا علاء الالفي امين محافظه الغربيه في الاتحاد العربي الافريقي الاوروبي للشباب، وتشرفت بوجود جميع الحاضرين، واولهم طبعا اطفالنا الايتام اللي هم يعني لظروف ما لهمش يد فيها فقدوا اهم حاجه في حياتهم اللي هو الاب، اللي هو عائل الاسره والسند الاساسي للاسره. وبرحب بالساده الضيوف جميعا اللي نورونا، ويا ريت يكون وجودنا النهارده كلنا مع بعض درس لينا ولغيرنا عن اهميه العمل التطوعي والعمل الخيري. وبرحب طبعا بحضراتكم وبالساده الاعلاميين اللي شرفونا النهارده ونورونا. وانا الدكتور عزه زغلول، طبعا مدير صيدليات مستشفى المحلة العام، ورئيس جمعية كلنا بنحب مصر، وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، والأمين المساعد في الاتحاد العربي الإفريقي،
وانا بشكركم جميعا، ويا رب يكون كله عيد علينا يا رب في رعايه سياده القياده الرئيسيه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يكرمنا كلنا يا رب. احنا النهارده متجمعين لجمع جميل جدا ان هو الايتام، وانا ما بعترفش بحته الايتام قد ما بعترف بان احنا كلنا ابونا ادم، وكل ابن في الدنيا له اب، وانا ابوه، واي حد من الموجودين سواء طفل ابوه موجود ووالدته مش موجوده فكل والده هي والدته، مامته مش موجوده كل والد هو والد والده، واحنا في الاخر كلنا بنتجمع مع بعض. وطبعا انا بشجع كل رجال الاعمال ان هم يساهموا في الموضوع دوت، لان الموضوع ده بيسعد الاطفال كلها. انا الاستاذه رشا سلطان، امين عام مساعد الاتحاد لشؤون العضويه على مستوى الجمهوريه، واتشرف ان انا موجوده في الاتحاد. احب يعني متشكره جدا ان انتم جيتم ونورتونا النهارده. وائل الاماره، رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد العربي الافريقي الاوروبي للشباب امانة الغربية. طبعا انا بعتز بالكيان العظيم اللي انا موجود فيه، طبعا كوادر وشخصيات انا بعتز بيهم. طبعا احنا النهاردة سعداء جميعا كامانة الغربية للاتحاد ان احنا حاولنا ان احنا ندخل الفرحة على الاطفال اللي كانوا موجودين معنا واللي كانوا مشاركين معنا، ويا رب دايما نكون سبب لإدخال الفرحة على كل إنسان أو كل طفل في يوم اليتيم. أستاذ محمد علي سلامة، عضو لجنة العلاقات العامة في الاتحاد. بداية من الكلام خالص، أنا ما بحبش أحضر الكلام، وبالذات في يوم زي ده، لأن ده يوم باحتفال يوم اليتيم، وده المفروض أن يكون أعظم يوم عندنا وأهم مناسبة نحن نهتم بيها، لان دول بيبقوا محتاجين ان المجتمع كله يهتم بيهم ويرعاهم نفسيا. طبعا بصراحه اليوم كان ممتاز جدا ومنظم جدا بحضور القاده بتوعنا، والاستاذ البشمهندس سمير الشبراوي والمستشار محمد السبكي ودكتوره عزه واستاذ علاء امين المحافظه واستاذ وائل امين العلاقات العامه.